impose pressure on all sides, specifically on the Israeli Prime Minister, to adopt the ceasefire deal and to stop the war in Gaza. Thank you. The European Union can use its diplomatic tools. Some days ago, وزير خارجية الألماني كان يزور إسرائيل وكان يطالب بوقف العنف في الضفة الغربية. يمكن أن نضع ضغط سياسي، إلا أن قدراتنا محدودة، وبالتالي نحن نبذل كل الجهود الممكنة وكذلك الولايات المتحدة، لكن لا نعرف لماذا وقف إطلاق النار لا يمضي قدما. سأفقد نظري من قوة أشعة الشمس في عيني. ما زلنا لم نحقق تلك الغاية، وما زال أمامنا طريق طويل، وعلينا أن نتجنب تحول غزة إلى مقديشو جديدة، مقديشو على البحر المتوسط.